زينب وصلنا لمساحتنا الطبية ورح نتعرف على مرض كتير شائع علميا اسمه الزلة التنفسية، أما بالعامية اسمه ضيق التنفس أو قصر النفس. منشاهده عند بعض الأشخاص بعد ممارسة الرياضة أو بعد الأعمال الشاقة. أيمت ممكن يكون حالة طبيعية أو هل هو حالة طبيعية، وأيمت ممكن يكون مؤشر لأمراض؟ خلونا نتابع التقرير ونرجع لنستقبل ضيفنا. عندما يتعرض شخص ما لجهد فيزيائي ثابت أو متزايد يدرك أنه يتنفس، وأن شدة التمرين اللازمة لإثارة شعوره هذا تعتمد على لياقته البدنية، وإذا ازداد مقدار الجهد المقدم أكثر من ذلك فإن إدراكه لتنفسه يزداد ويصبح أكثر إزعاجاً. عند التوقف عن التمرين فإن هذا الشعور الذي ينتابه الأشخاص سرعان ما يختفي، والأشخاص الطبيعيون يصفون هذا الشعور بعد الجهد الفيزيائي بأنه قصر بالنفس وليس زلة تنفسية. لذلك فتعبير زلة تنفسية يدل على أن الإدراك والشعور بالتنفس لا يتناسب مع المرض أو المنبه له، وأن الشعور مزعج وغير مريح. يصفون هذا الشعور المزعج بانقطاع النفس أو حس ضيق أو حس خنق أو عدم القدرة على أخذ نفس عميق، أو بتعبير آخر عدم القدرة على أخذ هواء كاف. لذلك من الصعب وضع تعريف دقيق لعبارة الزلة التنفسية، فأخذ قصة مرضية مفصلة مهم في إزالة كل الملابسات حول هذا المرض المحير. لنعرف أكثر عن الزلة التنفسية وأسبابها وأنواعها وطرق العلاج. خلونا نرجع لاستديو صباح نغير مع الدكتور إبراهيم حسن، أخصائي بالأمراض الداخلية وأمراض القلب. لنعرف تفاصيل أكثر طبعاً عن الزلة التنفسية أو ضيق التنفس معنا الدكتور حسن إبراهيم، أخصائي بالأمراض الداخلية وأمراض القلب. بيسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وصباح الخير لكم ولكل بلدنا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك دكتور ويسعد صباحك. بداية خلينا نتعرف من حضرتك شو هي الزلة التنفسية. الزلة التنفسية أو اللهتة أو ضيق النفس أو الضائقة الصدرية أو الضائقة التنفسية هي عرض وليست مرض، وهذا العرض يشاهد في أمراض متعددة وأمراض تصيب أكثر من جهاز. ممكن نشوفها بأكثر جهازين، هن الجهاز التنفسي والجهاز القلبي الوعائي، وممكن نشوفها بأجهزة ثانية على سبيل المثال الدم، إذا كان في واحد عنده فقر دم وخضابه نازل كتير، وهذا بنشوفه كتير نحن عند السيدات بسبب عوز الحديد أو نقص الفيتامين B12 أو نقص الحمض الفوليك أو بسبب عصبي أو بسبب أمراض تانية أخرى. إذن أهم سببين أو أهم جهازين بيساوونا اللهتة وضيق النفس أو الزلة الجهدية أو الزلة التنفسية هن الجهاز التنفسي والجهاز القلبي الوعائي. كل الأمراض يلي بتصيب الجهاز التنفسي أكثر شيء وأشياء شيء اللي بنشوفه هو التهاب القصبات التحسسي أو الربو القصبي أو التشنج القصبي اللي بيتعرضوا له المرضى اللي عندهم حساسية بصدرهم للدخان أو الروائح أو الغبرة أو العطور، فلما يصير عندهم تشنج قصبي فبيصير عندهم لهتة أو ضيق نفس. ممكن نشوفه بكل الأمراض الصدرية بلا استثناء، التهاب القصبات، التهاب الرئة، ذات القصبات والرئة، انصباب الجنب، حتى الأمراض اللي بتصيب الجنب ممكن نشوفه، الكتل اللي بنشوفها بالرئة على سبيل المثال، كل الأمراض اللي بتصيب الرئة والقصبات بتساوي لنا لهتة وضيق نفس. الجهاز القلبي الثاني اللي بيجي بعده على سبيل المثال هو الجهاز القلبي الوعائي، المرضى اللي عندهم اعتلال عضلة قلبية توسعي، عندهم قصور قلب، عندهم نقص في نتاج العضلة القلبية، هدول نتيجة ارتفاع الضغط الرئوي أو نتيجة توسع البطين الأيسر الشديد وعدم قدرته على ضخ الدم، ممكن السوائل تصير ترجع على الرئة وبتعبينا الأسناخ الرئوية وبتساوينا لهتة وضيقة نفس. فإذا اللهتة ممكن تصير في أمراض
أمراض قلبية متعددة، في اضطرابات النظم القلبية، تسرعات القلب، في أمراض الصمامات القلبية مثل تضيق الصمام التاجي أو مثل تضيق الصمام الأبهري. بالتضيق الصمام الأبهري ممكن نشوف ألم أحياناً، لكن ممكن نشوف اللهتة، وممكن نشوفها بكل الأمراض اللي بتصيب البطين الأيسر مثل احتشاء العضلة القلبية أو نقص التروية القلبية يلي بتؤدي إلى قصور قلب ونقص وتدني في الوظيفة الانقباضية للبطين الأيسر، إضافة لأجهزة أخرى. وأحياناً نحن بنشوفها بدون مشاكل لا بالأجهزة ولا بشيء، ممكن نشوفها عن ناس لياقتهم البدنية متدنية، هن الناس بليدين كسولين طول النهار قاعدين ما عم يمشوا ما عم يتحركوا ما عندهم لياقة بدنية، فتاي عرضيهم لجهد قلبهم مو معرض على الجهد بتلاقي صاروا يتعبوا يلهتوا. ممكن نشوفها عن الناس البدينين، الإنسان يلي مثلاً طوله 170 سنتيمتر ووزنه مثلاً 120 كيلوغرام على سبيل المثال، هذا بدك تعتبريه شايل وزن زايد 50 كيلوغرام شايل هذا، فهذا أكيد الوزن والبدانة هي بتخليه يتعب ويلهت ويضيق نفسه. فنحن إذن ممكن نشوفها في أمراض مهمة جداً وخطيرة جداً، وممكن نشوفها بحالات ما هي مرضية، يعني هي سليمة لكن عم تساوي عندهم لهتة وضيقة نفس. نعم دكتور، يعني كثير عم نشوف حتى نحن بنتعرض لأنه مثلاً نكون باذلين جهد لشيء معين، نلاقي في وجع يعني على الطرف اليميني شوي مع خفقان كثير بالقلب، وأيضاً ضيق تنفس عم يتصاحب معه. هل له علاقة التدخين مثلا، الاكل والرياضه بشكل فوري، بعض العادات الغذائيه وراء ضيق التنفس ببذل الجهد؟ لازم نحن نعرف انه الضائقه الصدريه او التنفسيه او الزل الجهديه تترافق بخفقان وتسرع بالقلب. تمام. نحن كلياتنا في شيء يعني عندنا مو ثابت يلي هن الضغط وعدد ضربات القلب، هدول بيطلعوا وبينزلوا حسب الحالة الفيزيولوجية للإنسان. فالإنسان لما يطلع الدرج بسرعة أكيد رح يلهت شوي ورح يضيق نفسه ورح نلاقي ضغطه ارتفع شوي ورح نلاقي قلبه تسرع، هذا الشيء الطبيعي. الشيء الطبيعي أنه ضربات القلب والضغط يعني يتناغموا مع الحالة الفيزيولوجية للإنسان. هلأ بتقولي لي هل الضائقة التنفسية أو ضيق أو الزلة الجهدية تترافق بألم؟ نهائياً ما في رابط بين الألم والضائقة الصدرية أو الضائقة التنفسية. هلأ ليش؟ لأنه هي شغلة وهي شغلة، إلا في حالات نادرة جدا يلي بيكون في عنا مثلا على سبيل المثال مريض عنده خناق صدر، بيصير عنده ألم صدر وبيصير عنده لهتة وضيقة نفس، ممكن يعني نشوفهم اثنين مع بعض. هلأ بتقيلين الطعام بيساوي لهتة وضيقة نفس؟ هو أكيد الطعام هو جهد، لأنه القلب عم يبذل مجهود لحتى يغذي المعدة والأمعاء لهضم الطعام، فهي واحد من مثيرات الألم الخناقي بنشوفها أحياناً، وبتساوي لهتة، ممكن تساوي لهتة، لكن اللهتة ما هي شديدة. اللهتة عادة بنشوفها أكثر بالتمارين والحركة والجهد اللي ممارس، ونحن بناء على هالموضوع هذا بنقدر نقسم اللهتة والضائقة التنفسية أو الزلة الجهدية، بدنا نقسمها نقدر نقسمها لأربع أقسام. في ناس بيصير عندهم لهتة وتعب على الجهد الشديد، يعني لما يركضوا بسرعة مثل لاعب الكرة، لما يطلع الدرج، لما أنت تطلعي سبع طوابق أكيد بيصير عندك لهتة وضيقة نفس، وهذا الشيء الطبيعي. هلأ في ناس ما بيقدروا يطلعوا طابق واحد، بتلاقي على طابق واحد صار عندهم لهتة وضيقة نفس، هدول مو مثل هدوليك. في ناس إذا مشى 100 متر أو 50 متر بيصير عنده لهتة وضيقة نفس. في واحد بتلاقيه وهو قاعد بالفرشة بتلاقي عم يلهت وضايق نفسه، وإذا قلتي له تسطح على ظهرك ما بيقدر يتسطح على ظهره، وإذا تسطح على ظهره بحس جبل على صدره، بحس حاله عم يختنق وبحس حاله عم يموت وبيضطر يقعد لحتى. فشوفي إذا هي نحن بنقسمها لأربع درجات، الدرجة اللي هي تأتي أثناء الراحة، والدرجة اللي هي بجهد شديد، وما بيناتهم، وهي اللي بجهد شديد هي تقريبا طبيعية ونحن بنشوفها عند الناس العاديين، لكن هذه اللي عم تجي اللهتة وهو متسطح على ظهره أو قاعد بسريره أكيد هذا عنده يا إما قصور تنفسي شديد. هو أصلا شو سبب الضائقة الصدرية أو الزلة الجهدية؟ هي نقص إرواء الدم بالأكسجين، هذا هو السبب الأساسي. فهذا المريض اللي عنده قصور قلب واعتلال عضلة قلبية توسعي شديد، لما عم يتسطع ظهره السوائل عم ترجع على الرئتين، عم تعبي الأسناخ الرئوية بالرئتين، ما عم يصير عنده تنفس بشكل طبيعي، عم يصير في نقص بأكسجين الدم، وبالتالي تروية الأعضاء بالأكسجين عم تكون ناقصة، وبتلاقي بحس حاله هو عم يختنق عم يموت عم وبيضطر يقعد لحتى يرتاح. إذن هي درجات
الألم ما له علاقة فيها، والخفقان شيء طبيعي نشوفه مرافق للزلة الجهدية. نعم دكتور، حكيت عن درجات متفاوتة للزلة التنفسية، خلينا نسأل اليوم نحن بزمن الكورونا كيف بنقدر نميز بين أعراض الكورونا واللي هي عم تكون كل فترة وفترة متغيرة وبين الزلة التنفسية، أو هل يمكن التفريق؟ هلأ في فرق كبير بين كورونا وبين الزلة الجهدية. الزلة الجهدية هي أحد أعراض مرض كورونا. هلأ مرض كورونا هو مرض فيروسي وهو بيصيب الجسم وممكن يصيب أجهزة متعددة، فإذا صاب الجهاز الهضمي على سبيل المثال بيساوينا نقص هي شديد وبيساوينا مغص وبيساوينا أسهال وبيساوينا أقياء وبيساوينا ارتفاع حرارة وبيساوينا أعراض تانية. نحن شفنا كورونا في بلدنا أصاب الجهاز التنفسي بمعدلات كبيرة، وبالعراق يمكن كانت المعدلات لسه أعلى من عنا بكتير. فلما يصيب الجهاز التنفسي قلنا نحن من شوي أحد أهم أسباب الزلة أو الضائقة الصدرية أو الضائقة التنفسية، أحد أهم الأسباب هو كل الأمراض اللي بتصيب الرئتين وبتصيب القصبات، وكورونا هو مرض فيروسي بيصيب الرئتين وبيصيب القصبات. ولما يصيب الرئتين عادة تتعطل وظيفة الرئتين وبيصير فيهن ارتشاحات شديدة، وبيصير في عندهم وذمات بهالأسناخ الرئوية، وبالتالي ما بيصير في تبادل غازي بشكل جيد، وبالتالي كل المرضى اللي بيصير عندهم كورونا وبيصير عندهم إصابة صدرية شديدة هن أكيد رح يصير عندهم زلة جهدية شديدة. ونحن هدول بنقدر نشوف أكسجتهم بنلاقيها ناقصة كتير، الأكسجة العادية بتكون مثلا فوق الـ 94 فوق الـ 96%، هدول بتلاقيها عندهم 80 و70 و60، وإذا كانت الإصابة شديدة وخطرة على حياة ممكن نلاقيها بتوصل للخمسينات، وهدول ما بنقدر نحن نتركهم بالبيت، هدول دغري لازم ننقلهم مشفى ونعطيهم اكسجين بكميات عاليه، ونضطر احيانا نحطهم على المنفس لحتى يقدروا يتنفسوا ونقدر ننفد فيهم. فاذا كورونا هو مرض يترافق باعراض شامله، اعراض فيها حراره، فيها سعال، فيها نقص شهية شديد، فيها، وهي احد اهم اسباب اعراض كورونا الزله الجهديه. أحد أهم، بتلاقي مريض كورونا بيمشي مترين بيقعد يلهث ما عاد يقدر يمشي ويضطر يقعد حتى يقدر يتنفس، فمترين ما بيقدر يمشي. فهي كورونا بتساوي زلة جهدية شديدة جدا جدا، طبعا حسب الدرجة يلي المريض مصاب فيها. يعني مرضى كورونا طبعا مو كلهم بيصيب عندهم هيك، هدول القلة يلي هن أقل من 5 ل 6 7 8%، أما معظم مرضى كورونا عادة بيشفوا ما بيحتاجوا مشفى وبيصير عندهم زلة جهدية خفيفة وما بدهم لا أكسجين ولا شيء. لكن هدول اللي عندهم إصابات صدرية شديدة، هدول بيصير عندهم زلة جهدية شديدة بجوز لمتر، بجوز ما بيقدر يتحرك، بتلاقي أحيانا هو بالتخت ضايق نفسه ما عم يقدر يتنفس، بتحطي له الأكسجين بيرتاح، بتشيل الأكسجين عنه بيطبق صدره بيضيق نفسه ما عاد يقدر يتنفس، بيحس حاله عم يختنق. فالزلة الجهدية هي أحد أعراض الأساسية والمهمة للإصابة الصدرية بمرض كورونا. نعم طيب خلينا نحكي كمان هلأ إذا حدا عنده زلة جهدية أو قلب كيف بيتم العلاج؟ يعني أنا لما بدي أكون بغض النظر عم أقوم بجهد معين حسيت في ضيق نفس كيف لازم أتصرف، أو حسيت في العرض هو القلبي أو الأوعية القلبية كيف فيني أتصرف؟ دائما معالجة الزلة هي معالجة السبب الذي يؤدي إليها. أنا بعرف إنسان عنده وزن زائد شايل 50 كيلو فوق وزنه، أنا لازم أغير له نمط حياته، لازم أخليه يساوي رياضة، لازم أخليه يبعد عن الأطعمة اللي بتزيد الوزن، لازم أحطه على حمية معينة وأقدر نزل له وزنه لحتى تخف اللهتة عنه وتخف ضيقة النفس. الناس يلي عندهم إصابات صدرية على سبيل المثال تحسسية أو عندهم ربو قصبي، هدول أنا لازم أتجنب الشغلات يلي تثير لهم التشنج القصبي، مثل الدخان، مثل الغبرة، الروايح، العطور، الفلاش، الكلورينا، المنظفات، الأمور يلي بتزيد لهم الحساسية اللي بيصدر. هلأ إذا كان طبعا عندهم مرض صدري أنا لازم أعالج المرض الصدري، في واحد عنده تنشؤ رئة أو سرطان رئة أو عنده التهاب ذات رئة، فأنا لازم أغطيه بالصدات وحطه بمشفى لحتى يتحسن ويخف الالتهاب من رئته لحتى يتحسن. فإذا المعالجة هي معالجة السبب. إذا كان على سبيل المثال السبب هو فقر دم، أنا لازم أشخص سبب فقر الدم، هل هو عوز أحد المواد المكونة للدم على سبيل المثال الحديد، حمض الفوليك، على
على سبيل المثال نقص الفيتامين بي 12 مثل ما بنشوف عند الكبار بالسن، فأنا لازم أرفع له خضابه لحتى تخف اللهتة وضيقة النفس. هل هو فقر الدم عنده بسبب نزفة من المعدة؟ هدول لازم أنه لهم دم لحتى يتحسنوا. هل هو بسبب على سبيل المثال فقر دم انحلالي بسبب معين؟ في أطفال بنشوفهم أحيانا بيأكلوا فول بيقوم يصير عندهم انحلال دم بسبب عوز الجي 6 بي دي اللي هي خميرة موجودة بالجسم. فأنا لازم أصلح كل شيء يساوي له اللهتة وضيقة النفس. هلأ إذن بالأمراض الصدرية بشكل عام يجب أن أعالج السبب، وكذلك بالأمراض القلبية. المريض على سبيل المثال اللي عنده لهتة وضيقة نفس بسبب تضيق في واحد من صمامات القلب، أنا لازم أصلح له هذا الصمام. إذا بده تبديل لازم أبدله. المرضى اللي عندهم قصور قلب أنا لازم أعطيهم مدرات لحتى تخف اللهتة عنهم وتخف السوائل عن العضلة عن الرئتين اللي بسبب قصور القلب. لازم أعالجهم معالجة دوائية مضبوطة لقصور القلب لحتى تتحسن لياقتهم البدنية، ولحتى يصيروا يقدروا يمشوا، لحتى يصيروا يقدروا يتسطحوا على ظهرهم ويناموا بشكل مضبوط. وفي أدوية رائعة جدا نحن بنعطيها لقصور القلب وكلنا هدول المرضى بيتحسنوا. إذا أنا بدي أقول شغلة، أنه دائما أنا لازم أعرف شو سبب الزلة الجهدية وأحاول أعالج السبب، وإذا بقدر أشيل هذا السبب أنا لازم أشيله. نعم دكتور، خلينا بالختام ناخذ نصائح من حضرتك لكل الأشخاص اللي عم يتابعونا بموضوع الزلة التنفسية. أنا بقترح على كل مريض عنده زلة جهدية أو ضائقة صدرية أو ضائقة تنفسية يسأل طبيبه ويقول له أنا هيك عم يصير، هيك يقول له يعني أنه شو اللي عم يصير معه، وهو الطبيب رح يقدر يوجهنا لشو هو سبب الزلة. هلأ الآن إذا كان الموضوع هو معالجة في تغيير نمط الحياة أو حمية معينة بالأطعمة أو بسبب بسيط بيوجهه، إذا كان لها سبب قلبي أو لها سبب صدري هو الطبيب القادر على أنه يشخص سبب الزلة وبيقدر يوجه التوجيه الصح، وإذا في استقصاءات معينة بيقدر يساوي له إياها. وبالتالي نحن بدنا ننهي هي الزلة من حياته للمريض، لأنه المريض دائما هو إنسان وعنده مسؤوليات ولازم يقوم بعمل ولازم يقوم بجهد معين ولازم يعني يؤدي وظيفة بهالحياة. فإذا كان في عنده فعلا هو ضائقة صدرية أو زلة تنفسية جهدية ما رح يقدر يؤدي عمله على أكمل وجه. الطبيب هو الوحيد اللي قادر على أنه يشخص السبب ويقدر يحاول يبعده عنه. نعم دكتور، يعني كثير بنسمع مصطلح ضايق نفسي، احيانا الحاله النفسيه هل تؤثر على الزله التنفسيه؟ العامل النفسي له دور كبير. في ناس ما عندهم اي مرض، يمكن الوهم احيانا، يمكن احيانا عدم اللياقه البدنيه، الناس اللي طول النهار قاعدين ما عندهم شيء ابدا ابدا ابدا، تايلي له يركض 10 امتار بتلاقي صار يتعب ويلهث. صحيح. ففي ناس العامل النفسي بيلعب دور اكيد، الجهاز العصبي له دور بالموضوع، في شيء بالدماغ مركز مسؤول عن التنفس بالجسم اكيد هذا له دور، والتوتر والشده النفسيه والتعصيب والزعل احيانا ممكن تكون هي يعني مصدر لهال هالعرض هذا. يعني دكتور معلومات كثير اخذناها من حضرتك، وعرفنا انه الزله التنفسيه اسبابها كثيره واهم علاج هو نعالج السبب او لا. المصدر الرئيسي. شكرا كثير لوجودك معنا ولكل المعلومات القيمه اللي قدمتها. شكرا لك دكتور، والله يبعد الغم وضيق النفس والمرض عن كل العالم يا رب، يعني وان شاء الله يومك يحمل كل الخير والصحه دكتور. شكرا لك. شكرا كثير لكم. شكرا كثير لك دكتور. اما هلا زينب.